يقول السائل: ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يقول: بالنسبة ليوم عاشوراء سيوافق يوم السبت، فهل يجوز أن يفرده الإنسان بصيام؟ نعم، لأن ما صاموا على أنه يوم على شان السبت، صاموا على شان أنه يوم عاشوراء، لا بس. نعم.